بما أن لكل مدينة تراثها المعماري يميزها، ومن أجل الحفاظ عليه نظمت جمعية كازا ميموار لحماية التراث المعماري المغربي بمدرسة الفنون الجميلة الدورة 9 لأيام التراث البيضاء من أجل التحسيس على الحفاظ عليها ورعايتها. اليوم كاينة الدورة 9، الافتتاح ديال الدورة 9 ديال أيام التراث البيضاء اللي كتنظم كل عام، كتنظمها جمعية كازا ميموار لتحسيس المواطن للفضاء العمومي والتراث المعماري ديالو. خص المواطن يعرف بأن التراث ديالو داخل في حياته، بأن الفضاء العمومي من التراث حتى هو، وخص هذا المواطن يقتحم هذا الفضاء العمومي ديالو ويدير فيه تظاهرات. اليوم الافتتاحي لأيام التراث البيضاء عرف حضور محمد نبيل بن عبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والفنانة المغربية نبيلة معان. فرحانة لأنني شاركت في هذا ليفينمون، لأنه بالنسبة لي سيت ان ايفينمون مهم بزاف. علاش؟ لأنه تحسس لو سيتويان ماروكان و بلو بريسيزيمون كازابلانكي بالأهمية ديال أنه يتهلا في لو باتريمون اللي عنده. عجبني الحال بزاف، كان تجاوب كبير بزاف. قدمت له اغاني من الالبوم الجديد ومن لي البوم الاخرين اللي خرجوا، دونك رجعنا بواحد 11 عام اللور، اي دونك سا ما في بليزير انني تقاسمت معهم الريبرتوار ديالي. هذه الدوره انطلقت يوم 11 مايو الجاري وستنتهي يوم 14 من نفس الشهر بالعاصمه الاقتصاديه للمملكه الدار البيضاء.